السلام عليكم، أهلا بكم في 18. بداية نبارك لبطل دوري فيفا لهذا الموسم واللي توج قبل قليل نادي الكويت، وهو يتوج نفسه بطلا للمرة 13 في تاريخه في الدوري. وأيضا في المقابل القادسية بعد فوزه على خيطان برباعية يتوج نفسه بنفسه مع وجود جماهيره ومحبيه في استاد محمد الحمد في نادي القادسية، وأعتقد أن هذه سابقة، يعني ما مرت علينا في كل الدوريات اللي تابعناها أن نجد فريقين يتوجان نفسهم في نفس الموسم في آخر الجولة، وكل جمهور يقول الشرعية لي ولإنجازي. القادسية يقول أنا البطل الشرعي في النسخة 18، ورسميا في الكويت الكويت يعلن نفسه بطلا للمرة 13. بداية نقول مبروك لمن فاز وهارد لك لمن خسر هذه كرة القدم وأحوالها. بداية نرحب بضيوفي داخل الاستديو، نرحب في طبعا الناقد الرياضي نواف الخميس. مساء الخير. مساء الخير ابو يوسف، مسي عليك بالخير وعلى ابو رضوان وكل العاملين في برنامج 18 ومشاهدين قناه الراي. يا اهلا وسهلا فيك، حياك الله. محلل برنامج 18 عايد رضوان، مساء الخير. مساء الانوار عليكم وعلى الجميع وعلى من هم خلف الشاشه، ونقول لهم في مانشيت 18 اليوم ان شاء الله: العميد ينتزع رباعيه تاريخيه برومونتادا هستيريه. و نبارك أيضا لنادي القادسية احتلال المركز الثاني ولنادي النصر المركز الثالث، ونحب نبارك لجميع محبي العميد من جماهير ومجلس إدارة وعلى رأسهم الرئيس الفخري السيد سعادة رئيس مجلس الأمة السيد مرزوق الغانم وأعضاء مجلس الإدارة بقيادة عبد العزيز المرزوق والجهاز الفني والإداري والطبي ونجوم الفريق اللاعبين الذين حققوا هذه التاريخية في مسيرتهم لنادي الكويت. مشاهدينا فاصل قصير ونعود معكم لبداية أول المحاور في برنامج 18. أهلا وسهلا بكم في 18. اليوم وصلنا سيدي من اللجنة الانتقالية المعينة لإدارة شؤون الاتحاد الكويتي لكرة القدم. خلينا نشوف هذا السيدي وخلينا نشوف هذا التقرير في أولى الفقرات خارج الـ18. بعد ما اجتمعنا احنا اول قرار اتخذناه هو الغاء الدوري الرديف، طبعا تقليص العدد من 40 لاعب الى 30 لاعب. مكافأة بطل دوري فيفا طبعا مجلس اخذ قرار ان مكافأة المركز الاول راح يكون 100,000 دينار، المركز الثاني راح يكون 70,000 دينار، والمركز الثالث 50,000 دينار. تابعنا هذا التقرير. نواف، شنو أبرز إيجابيات وسلبيات اللجنة المؤقتة
لإدارة شؤون اتحاد كرة القدم خلال هذا الموسم؟ والله للأمانة اللي شفناه يعني كلها إيجابيات. عودة دوري الدرجتين هذا كان مطلب، كذلك اللي هو المكافآت. يعني أنا ما عندي تحفظ إنه يعني كان ممكن تكون مكافآت أكبر، دوري ممكن يكون فيه رعاة، ممكن يدخل عليه يعني ميزانية أكبر فتكون الدعم أكثر للاعبين. يعني مكافأة 100,000 دينار هذه ممكن تكون مكافأة خلينا نقول كهرباء في نادي الاتحاد السعودي، طبعا توزع على جميع اللاعبين. هي بادرة طيبة، هي أفضل من قبل، وراح يعني خلقت جو من الحماس والندية أكثر شفناه على المراكز الأربعة الأولى. طبعا على المراكز الثلاثة الحين إيجابية ولا سلبية؟ إيجابية، بس يفضل تكون الطموحة أعلى، أعلى بكثير إن شاء الله المواسم المقبلة. بس كانت تجربة ناجحة كخطوة أولى بالفعل، يعني أنا أشيد في خطوتهم هذه. كذلك نادي برقان بعد ما كان مرفوض دخوله إلى دوري فيفا دخل الآن وأصبح أصبحت الأندية 15 نادي. طريقة دخول نادي برقان ايش رايك فيها تحديدا؟ قانونيه؟ والله شوف هي يعني انا بالامور القانونيه ماني خبير امانه، يعني عشان انا افتي اقول لك والله قانونيه او غير قانونيه، بس انا احبذ انه يكون الدوري فيه متنافسين اكثر، وكذلك لما دوري درجه اولى في 8 انديه، الدرجه الثانيه يعني ما يصير يكون اقل من 7 انديه. تقصدك مشاركين اكثر؟ مشاركين اكثر يعني نادي برقان مع خالص الاحترام للاخوان يحتاج وقت. بس هو يعني اذا انت ما اتجهت الى هذا الخط بالتاكيد اي ضيف جديد على الدوري راح يكون في البدايه يعاني من نوعيه لاعبين. بس في ميزه اخرى، لما هم قلصوا عدد اللاعبين من 40 الى 30، كذلك لغوا دوري الرديف، فبنايه برقان في النهايه راح اللاعبين اللي يكونوا فايضين ممكن ياخذهم اعارات عنده، او لاعبين زائدين على الحاجه ممكن يوقع معهم. برقان ان شاء الله يحتاج بعض السنوات ليكون يعني نادي يعني يقدم كره جميله تليق بالدوري. سلبيات اللجنه شنو؟ انت ذكرت الايجابيات ولا خلال الموسم مشكلة ما شفتها؟ لا في مشكلة اللي تسبب موضوع الثلاث نقاط اللي أرق الجمهور وأرق يعني طبعا أعضاء مجلس إدارة أندية مثل العربي والقادسية والكويت، اللي طبعا اللي هم طرف في هذا الموضوع، يعني هم متنافسين على الدوري. بالتأكيد كان غلط من اللجنة المؤقتة يعني متمثلة في لجنة الانضباط اللي تابع لها، فبالنهاية يكون هذا سبب يعني يحط السبب واللوم على الاتحاد الكويتي أو اللجنة المؤقتة الاتحاد الكويتي. نعم عايد نفس السؤال، إيجابيات سلبيات اللجنة المؤقتة لإدارة شؤون اتحاد كرة القدم؟ والله أنا أعتبر مسيرة اللجنة المؤقتة لإدارة اتحاد كرة القدم ناجحة نوعا ما، وإن شابها الكثير من الأخطاء صراحة، بس يحسب لهم صراحة 4 أو 5 أو نقاط. أول شيء اعتماد نظام الدرجتين وإلغاء الرديف وتقليص قائمة اللاعبين من 40 إلى 30، وبالتالي توزعوا على بقية الأندية، وشفنا المستوى المتطور للأندية بالإضافة إلى بروز مواهب في هذه الأندية. اعتماد 4 محترفين بالرغم، أنا أقول أنها نجاح نوعا ما، بالرغم من الحرب الشرسة التي شنت عليها من خارجها ومن داخلها أيضا، وهذا هو الأخطر، ويكمن في الأعضاء المنتمين للجان واللي موالين لناس خارج الاتحاد يحاولون يفشلون عمل اللجنة بأي طريقة، ولكن خاب ظنهم وخاب مسعاهم. ونهنئ هذه اللجنة في ختام هذا الموسم، نقول ختامها مسك بهذه البطولة اليوم اللي انتهت، وإن شاء الله يتلافون هذه الأخطاء ويعملون إن شاء الله في الموسم القادم إلى ما هو أفضل. وطبعا إذا ردينا إلى بعض السلبيات، فعلا مسألة النقاط الثلاث، مسائل بعض اللاعبين وتسجيل بعض اللاعبين، هذه كلها سلبيات، ولكن هذه كانت من الألغام اللي كنت أنا أقولها كانت مزروعة داخل اللجان، وكانت تهيئ هذا الوضع لمحاربة اللجنة من داخلها لخدمة ل أو 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 لغرض في نفس يعقوب، وفتش عن يعقوب. ميني ماتش السالمية والكويت مباراة دراماتيكية، مجهز الميني ماتش؟ مجهز الميني ماتش؟ زين. عموما نرجع إلى اللجنة، إيش رأيك في قرار إلغاء الرديف واللي كانت فيه مطالبات كثيرة؟ أو بالتأكيد لصالح الدوري. إلغاء الرديف مثل ما قلت لك يعطي فرصة إلى إعطاء فرصة للاعبين بالانتقال إلى أندية أخرى، يعني لاعبين مثل الطراروة، لاعبين يعني مثل يعني خلينا نقول مثل الطراروة وغيرها من اللاعبين يمكن ما تحضرنا أساميهم. عبد الله معاوي، زنيفر، هذا البناد الفيحين. نعم. النصر يمكن 3 من القادسية و4 من الكويت.
اللي كانوا ما لهم اي فرصه انهم يشاركون ضمن انديتهم واخذوا فرصتهم وشوف النصر تعلق بالتنقل بين الانديه. اذا لاعب فعلا بارز يستطيع ان يقدم ويمتلك الموهبه لما يكون زايد عن حاجه النادي مثل نادي الكويت عنده كميه وفره في لاعبين الهجوم وعنده تعاقدات مع لاعبين هجوم محترفين فبنهايه راح يكون الضحيه ويلعب بدوري الرديف. شفنا وايد لاعبين لعبوا في مراحل سنيه ودوري رديف وعانوا منهم يعني كانوا ضحيه وتاخروا الى سم تقدم مثل سيف الحشان لعب فتره طويله يعني في دوري الرديف ودوري المراحل السنيه مع انه كان متقدم سنه فوق 20 سنه. الامور هذه ان شاء الله مستقبلا بعد التوجه الاخير هذا ما راح نشوفه. بس دوري الرديف هل ظلم فقط سيف الحشان؟ ظلم كثير، انا ضربت مثال بس. لكن الامور هذه فعلا لما تقلص عدد اللاعبين في كل نادي ما يصير انا والله انا احتكر لاعب واظلمه واخليه على 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 المدرج لمده طويله وطول الموسم وهو يملك امكانيات. لو يذهب الى نادي اخر حتى لو على سبيل الإعارة يكون أيضا مكسب واستثمار للنادية، يعني طلاله ممكن نادي الكويت تستعين فيه الموسم القادم ممكن. ما يكون بحاجة إلى لاعب محترف في الهجوم يستعين بطلاله لأنه فعلا أهداف الدوري مكسب وخامة طيبة للكويت بعد بالنهاية. شوف التضامن يعني حالة بدأ الموسم بعد التوقف بأعرف معظم لاعبين من نظام الإعارة والحين إذا ردوا أنديتهم شو الوضع؟ في النهاية هو يعاني في بين الفريق فيهم هو يعاني يمكن يجدد إعارته الموسم المقبل وإذا ما قدر حالة الظروف إنه ممكن يعطى فرصة بالتدريج إلى أن يثبت نفسه في التشكيلة الأساسية وهو يملك الإمكانيات لذلك. ونادي الكويت ترى عينهم على الشيء إذا لقوا طبعا نادي الكويت من مصلحتهم أن اللاعب يلعب دقائق ويقدم مستوى. أنا مو من مصلحة نادي الكويت هذا الاستثمار هذا بلاعب صغير بالسن أنا والله أجيبه وقطه من درج عندي خله عندهم ويرجع لي بعد موسمين مو مشكلة. تمام نتابع الميني ماتش بين الكويت والسالمية مباراة دراماتيكية أحداثها تغيرت وغيرت في نتائج الدوري والتتويج راح لنادي الكويت بعد فوزه بهدفين مقابل هدف. في العمق الدفاعي احمد عبد الغفور فهد المجبد وسعد سعد فؤاد في الطرف اليسار ارتداد سريع لعودة الصيفي بقود هجوم سلماوي على دفاع نادي الكويت ارتداد في المرمى وتدخل بيلوت في الجول لمصلحة نادي الكويت يسعى الخطيب لكن اكثر من لاعب ذات منطقة الجزاء ركلة جزاء ركلة جزاء سيناريو غير متوقع لكن الهدري الغاية لنادي الكويت فهد الهدري وكرة ملعوبة وتتقدي وكرة بتوقف مبروك لنادي الكويت هارد لك لنادي السالمية أداء بطولي ورجولي يحسب للنادي وللمدرب عبد العزيز حمادة لكن السيناريو الأخير نادي الكويت يعني يتفوق ويحرز الهدفين اللي يهدون في الجمهور ومحبي نادي الكويت الدوري رقم 13. في هذه الأثناء ينضم معنا داخل استوديو 18 دكتور محمد المشعان. مساء الخير دكتور. أهلا بكم مساء الخير عليك وعلى الأخوان وعلى المشاهدين. حياك الله. أيضا يعني أخونا المحلل فهد كميل عبد الرحمن يفترض أن يكون معنا لكن قاعدين نحاول نتصل فيه وما يرد على الزملاء المعدين. إن شاء الله أموره طيبة ويعني عسى المانع خير يا عبد الرحمن. نواف توقعت هذا السيناريو في هذه المباراة السالمية والكويت؟ أمانة أنا من شفت التشكيلة يعني أنا قلت الكويت راح يعاني في هذه المباراة لسبب نادي السالمية أنا متوقع أنه راح يلعب دفاع منطقة وراح يضيق المساحات. يمكن أنا استعين في لاعب عبد الهادي خميس في إذا فريق عنده دفاع متقدم ممكن ألعب له كرة طويلة يضرب خط الدفاع من ظهر المدافعين ويدخل. لكن ما شفنا في نادي الكويت لاعب تارجت حتى جمع سعيد يطلع برا المناطق يحاول يحضر الكرة ويحاول يبني استنزف جهده كثير في هذه النقطة. فنادي الكويت عانى من الشغلة هذه إن نادي السالمية فعلا متمركز ومركز وقاعد يلعب على الكرة المرتدة. المدرب يمكن انتبه لها متأخر لما دخل أحمد عزام ويدخل
كذلك فراس الخطيب في الدقائق الأخيرة وسوى ضغط على مناطق السالمية في مناطق الخطورة. هني لما تستعين في لاعبين ممكن الأظهرة واللاعبين الأجنحة لما يعرضون كرات يلقون لاعب تارجت يستغل هذه الكرات والسالمية ما راح تضربها إلا بهالطريقة. وشفنا كيفية الأهداف اللي دخلوا ضربة جزاء من فراس الخطيب توقله لاعب متمركز وهذا اللي كان يحتاجه نادي الكويت في مثل ما طريقه اللعب في نادي السالميه دفاع منطقه وتضييق مساحات. وانا اصلا في شيء يعني شد انتباهي يعني حتى حارس مرمى نادي السالميه وايد ناس علقوا على الدقائق اللي منحت من حكم المباراه بعد انتهاء الوقت الاصلي. حارس مرمى نادي السالميه ادعى الاصابه وبشكل واضح بعد الدقيقه 90 الى الدقيقه 94 هذه كلها وقت ضايع من المباراه. ثم بنيك على هالنقطه اي تفضل. فانا بس هذه النقطه على تشكيله المباراه وخيارات المدرب محمد عبد الله. نعم دكتور تكلم عن هذه المباراه وجمعه سعيد يفرح جماهير العميد ويحقق اللقب رقم 13 لنادي الكويت بالهدف في الدقائق في الثواني الاخيره. شوف هي بالبدايه بيوسف كانت مباراه صعبه بصراحه لنادي الكويت، كان ممكن يعني الكويت كان داخل يعني بضغط كبير بصراحه، خصوصا وان المباراه تلعب بنفس الوقت بعد الخساره من القادسيه وموضوع الثلاث نقاط اعتقد اثر بشكل كبير على الكويت. وايضا التعامل الاداري المثالي من إداري نادي القادسية ووعودهم بالتتويج مهما كانت النتيجة، هذا يعني أثر. لو تشوف البداية شلون لعب القادسية وشلون لعب الكويت شاهد أن القادسية كان في أريحية أكبر بعكس نادي الكويت اللي كان يلعب نوعا ما يعني رحني القادسية خلنا على الكويت تحت ضغط. بالنسبة لي الكويت ما بدأ المباراة بالشكل المطلوب، السالمية كان أفضل وكان أخطر. اللي غير المباراة هي التبديلات، خصوصا تغيير مكان فهد العنزي من الشمال لليمين، طبعا في تغيير مهم لما يكون لاعب يلعب برجل اليمين يلعب على الشمال معناته أن أنت تبي من اللاعب أنه يدخل للعمق أكثر وهذا ما كان موجود، المساحات ما كانت موجودة، بعكس لما اتجه لليمين فاللاعب قام يعمل كروسات أكثر من وجوده على الشمال مع تواجد كثافة عددية في الهجوم وتقدم فهد الهاجري مع عودة كمارة، فهذا أعطت كثافة وفرص أكبر لنادي الكويت اللي طبعا استغل الوقت الضايع الطويل وسجل. نعم رايك في المباراه عايد؟ في المباراه صراحه بمجملها شهدت سيطره نادي الكويت عليها من الالف الى الياء، ولكن وهناك كانت خلق فرص العديد من الفرص، ولكن الضغط اللي كان على نادي الكويت وهو كان العامل الرئيسي في ضياع هذه الفرص، بالإضافة إلى لاعبين نادي السالمية لعبوا على نرفزة لاعبين نادي الكويت بإضاعتهم بالوقت وتدخلات على بعض اللاعبين والجو المشحون اللي كان داخل المباراة. السالمية كان يهدف إلى تعطيل نادي الكويت بأي طريقة ما، والكويت سيطر على المباراة ولكن كان يعيب إضاعة الفرص. وطبعا انا البدايه تشكيله البدايه ما عليها غبار، بس ان المفروض كان في بدايه الشوط الثاني محمد السيد محمد عبد الله بالمناسبه هذه مبارك له لان هذه اول بطوله دوري يحققها في عهده، هو قبل الالقاب اللي حققها كلها كؤوس، يعني المفروض كان يبادر بانزال فراس الخطيب وهو كان كلمه السر. وانا حتى قلت لك مساعي اذا عجب جاهز حق المباراه ليش ما يلعب؟ انا عارف عجب موجود، والولد خالد مشعل كان المفروض يزج فيهم في بداية الشوط الثاني، ولكن رأيناه أزج بفراس الخطيب في الدقيقة 72، وفراس هو كان كلمة السر في هذه المباراة وفي هذه البطولة التاريخية. مشاركة فراس ومهما تكلمت عن جمعة أن بأن سجل الهدف، هذا جمعة بهذا الهدف التاريخ اللي سجله هو بذلك يكفر عن جميع ما اقترفه في حق نادي الكويت في المباريات السابقة، وكانت البطولة سارة للكويت في بدايتها والبطولة كان محققها بدون هالعناء هذا وبدون هالمأزق اللي كاد أن يصل وأن تضيع البطولة والربعية التاريخية من نادي العميد. وأنا أقول أن الكويت سيطر على المباراة والهجمات المرتدة فعلا شكلت خطورة في وجود راتب وعدي الصيفي فقط لا غير. نعم نواف بعد المباراة غردت تغريدة مع العميد لا تيأس تلعب لآخر ثانية، هذا العميد تحتاجون سنين ضوئية علشان توصلون لاحترافية هذا النادي، المهم روح وجمعوا قطيات حق اللاعبين.
يعني انت باركت شوف بعد المباراه شوف نتر كتويتر يمكن انا ما يخالف يعني بتويتر صار فيه شد وجذب وايد الفتره الاخيره خصوصا يعني خلينا نقول بالجولتين الاخيرتين من الدوري وقبل حتى مباراه القادسيه على موضوع ثلاث نقاط يمكن نرجع له وقت ثاني. انا بتكلم على موضوع العميد وعقليه الفريق هذا في التوجه الى الفوز والتركيز عليه مع انه ترى مشوش. شوف ماكو فريق صدقني ابو يوسف تعطيه ثلاث نقاط وتحرمها من ثلاث نقاط بشد وجذب وفتره طويله وطول الموسم ترى اي فريق راح يتشوش لانه ما يعرف هذه النقاط لو ولا مولا وبعد خسارته من نادي القادسيه والاجواء الشحن اللي دخل فيها ان انا برفع الدرع ولا ما راح ارفعه ترى هذا جو يمكن مثل ما تفضل دكتور نادي القادسيه دخل بريحيه نادي الكويت لا دخل مشحون دخل مشحون حق المباراه قاعد يدور على الهدف والفريق اللي قدامه مستبسل وما يبي يعطيه الفرصه هني وين تكمن شوف الدقائق الاخيره ومترى مو اول مره نادي الكويت وايد سواه يعني ما بيضرب امثله انه وايد سواه بالدقائق الاخيره عاد وكانت كلمه سر حد نذكر جول خالد الفضلي على السالميه بعد بالراس بالدقيقه الاخيره وهذا ساهم في اعطاء اللقب نادي الكويت وبالموسم هذا ضد التضامن وضد الفحيحين مو اول مره نادي الكويت يلعب بالدقائق الاخيره هذه ترجع حق عقليه الفريق البطل والفريق الجاهز والمحضر عدل دور الجهاز الاداري انا ما شفت اي اداري او اي مسؤول او اي رجل من رجالات نادي الكويت علق ولا صرح بتويتر ولا باي وسائل التواصل الاجتماعي بالعكس تركيز ودائما بعيدينهم عن هذه الاجواء ولهذا الكويت يظهر في هذه المواقف زين انت الحين جاوبت وها ما رديت لي على القطيه شنو علاقتها فريقك فاز وتوج بالبطوله قالوا انا دائما جرتني حق الموضوع يقولون نادي الكويت حقق الدوري بالمحاكم انا اذا تبي تسالني اعطني دقيقه خل اعلق على هذا الموضوع ان دوري هل دوري محاكم شلون دوري محاكم نواف ليه ما جاوبتني إيه سؤالي انت انت يعني انت فايز بالدوري خل اقول لك ان يعني خذوه بالواسطه خذوه بالقوتره يعني اقول لك بالمحلي خذوه يعني ما خذوه بذراعهم لان احنا مثل ما تقول غلبناك بالملعب انا ترى اكلمك ككويتاوي وكل الناس يعني يعرفون هالشيء لكن بقول لك اياها وبامانه نادي الكويت استحق هذا الدوري افضل هجوم افضل دفاع فريق يمكن ما تعثر الا من الغريم نادي القادسيه قدم مستوى ثابت طول هذا الموسم وسكواد كامل يمكن وفي قضيه الثلاث نقاط والجدل اللي راحت وتارجحت ما بين الناديين الكويت بالمباراه فاز يعني على العربي ني حق موضوع ني حق القضيه وين ني حق انت بين ان هني ها موضوع احترافيه اداره بينت ان الموضوع عورك احترافيه انا اقول في عدم احترافيه نادي اداره نادي القادسيه يمكن لهذا الامر وكثر الكلام والاخذ والعطاء على هذا الموضوع يمكن جرني الى هذه النقطه يعني وانا اسف اذا يعني اسيء فهمها يعني يبقون مشجعين نادي القادسيه وانا عندي وايد اخوان من نادي القادسيه مشجعين لنادي القادسيه اعزهم وكلهم كل تقدير واحترام يمكن كره القدم هي حلاوتها بالتعصب وبالحماس وبالانفعال بس نبقى بس اهنيك على 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 شجاعتك في الاعتذار هذا اخلاق الفرسان اللي ما يمتلكها الاخرين شكرا بو مشعان الحين في موضوع المباراه كل مباراه الكويت يعاني ويفوز بصعوبه اليوم في مباراه الحسم كان واضح الاستعجال على لاعبين نادي الكويت وهذا يعني اربكهم على المستوى الذهني في المباراه ومو بس في مباراه اليوم بو يوسف في اكثر من مباراه مع خصوم غير منافسه شاهدنا الكويت يعود بالدقائق الاخيره لكن هذه بصراحه كردت للاعبين الكويت لاعبين الكويت مهما كانت الاحداث مهما كانت الصعوبه يجب انك تعطيهم حقهم خصوصا اللاعبين الشباب واللاعبين الناشئين تكلم على طلال جازع تكلم على احمد حزام تكلم على اللاعبين الصغار اللي بذلوا مجهود كبير وثبتوا اقدامهم بالتشكيله الاساسيه فهذا كله مجهود يحسب للاعبين نادي الكويت والاهم ابو يوسف اليوم نادي السالميه اعطى درس بصراحه لكل الانديه نعم. حتى وان كنت خارج المنافسه يجب انك تلعب للدقيقه الاخيره شاهدنا اليوم السالميه قدم مباراه كبيره سطام الحارس يلعب وكانه كانت مباراه فاينل الكاس فهذا الدرس هذه نهايه مثاليه للدوري درس يعني. بالنادي درس في الاخلاق والرجوله من نادي السالميه وهذا اكيد يعني تعاليم وتقاليد هذا النادي اللي دائما كان يطلع نجوم ولاعبين كبار نتمنى ان يكون هذا الدرس ينقل لكل الانديه وتكون المنافسه بهذا الشكل اليوم السالميه نقول لولا بعض الاحداث كان ممكن انه يعني يعطل مسيره نادي الكويت شنو قصدك بالاحداث اكلمك يعني يمكن في بعض الاخطاء اللي بوجهه نظري في بعض الاخطاء التحكيميه وممكن الوقت بدل الضاع الطويل في الشوط الاول وفي الشوط الثاني كان نوعا ما مؤثر بالاضافه للغيابات غياب نايف زويد وغياب بعض اللاعبين واجهاد بعض اللاعبين خصوصا ان هذه المباراه صعب تحضيرها يعني برافو العزيز حماد اللي حضر لهذه المباراه بشوف انت لما تكون خصم خلاص ضامن بقائك في الدرجه الممتازه وتنافس فريق على الصداره صعب جدا انك تحفز كل اللاعبين ممكن تحفز لاعبين القادسيه اللي هم المجمد
فيصل العنزي، اللاعبين اللي لعبوا مع القادسيه، لكن البقيه صعب جدا، فهذا عمل كبير للجهاز الاداري والجهاز الفني. واحيانا هذه الاستثناءات في كره القدم رغم الخساره ياتيك الثناء. درس كبير بصراحه لنادي السالميه، درس كبير. نعم نعم. نبتدي ناخذ الاتصالات. ابو عيسى مساك الله بالخير. مساكم الله بالخير. يا مرحبا. حياك الله. انا اقول اداره الفريق غير عن اداره الاتحاد، مو اي واحد يقدر يجي الاتحاد، يمكن عندي نادي نادي فرق ناشئين. ايه اداره الاتحاد سيئه لاداره الدوري هذا. والنقطه الثانيه الحكام سيئين، الموسم هذا كله مو المباراه هذه سيئين. والحكام ساهموا في تغيير نتائج واجد الفرق تغيرت، ومباراه اليوم تغيرت. انت فوق ضايع صفر قول السالميه فاول، دخول قوي عنيف فاول، قول انا مدافع اول العب هذا فاول، قول جمع سعيد فاول، وحنا ما نعرف نلعب كره بالشارع بين مكان فاول، وفاولات حق نادي السالميه ما يحسبها نفس اللعبه حق خطا الكويت يمشيها. قاعد نشوف احنا بالملعب، انا موجود اليوم مباراه السالميه، حكام سيئين وصراحه مو مباراه طول الموسم، وساهموا في نتائج الفرق. ونادي النصر اليوم الثالث المفروض الثاني، نادي النصر، نادي النصر تحرم ست نقاط بالامتياز واضحه. فالحكام اذا هذا يستمر الشيء هذا لازم يتعاقب الحكم، قبل كان لجان يعاقبون الحكام، عاقب الحكم وقفه. وسهيل اليوم موجود، كلمت سهيل موجود، قلت سهيل انت حكمتها وحنا نلعب حكم زين، قلت هذا مو تحكيم. شكرا شكرا يا ابو عيسى، انتهى الوقت وارجو الالتزام بالوقت عشان تاخذون حقكم في ايصال الرساله. احمد الحمدان مساء الخير. احمد امسيك بالخير يا ابو يوسف. يا هلا حياك ابو رمضان، انت جميل ومنور بالتيشيرت الحلو هذا عشان الرومنتادا. يا جماعه والله العظيم لازم تعرفون احنا وطن، احنا القادسيه وطن، احنا وطن داخل وطن، احنا احنا مو زعلانين، بالعكس احنا مفتخرين ان احنا شاركنا بهالدوري الفاشل ونافسنا والحمد لله وصلنا، مع ان شوف المحكمه وتدخلات وصراعات وايقاف وكل هالكلام، واحنا وطن، احنا قادسيه تعلموا يا 14 نادي تعلموا من الملك، هذا مو الملك، هذا الزعيم الملكي العنيد السفير العنيد، هذا القادسيه. يا ابو رمضان الله يرحم والديك، ابي تعطيني رايك بالبلنتي اللي حسابه حق فراس الخطيب ان شاء الله، هل هو بلنتي ولا مو بلنتي؟ بالفقرات تحكي. وابتسم يا ابو يوسف، ابتسم، القادسيه وطن. شكرا لك. شكرا احمد. شكرا. نافع الشملان صباحك الله بالخير ابو يوسف. هلا ومرحبا حياك الله. يعطيك العافيه ابو يوسف. الله يعافيك. ضيوفك الكرام حياك الله. انا اول شيء اقول حسبي الله ونعم الوكيل، انا اول مره اشوف اتحاد نفس هالاتحاد مر على الكره الكويتيه. انتم قاعد تناقشون اليوم الاتحاد، اليوم هذا الاتحاد اسوأ اتحاد يمر يا ابو يوسف. ابو يوسف اليوم القادسيه يتوج بطل دوري فيفا الشرعي، يعني ما في واحد عضو من اللجنة الانتقالية يحرك نفسه ويقعد بملعب القادسية. يا أخي عبرهم، عطهم الميداليات، كلكم واقفين عند نادي الكويت. وبعدين شو هالحكم اللي 9 دقائق يا أبو يوسف؟ شو هالحكم 9 دقائق وقت إضافي؟ تصدق أن الواحد بالملعب قال قبل لا تنتهي المباراة دخلوا عشان ترسيم نادي الكويت وهم خسرانين؟ يعني الحكم غصب عليك بتخلي المباراة لما يفوز نادي الكويت. أقول حسبي الله عليهم. شكرا نافع، شكرا، يعطيك العافية. وائل الصقري أمسي عليك أخوي أبو يوسف. حياك الله يا وائل. ومسي على الإخوان الموجودين. أبارك حق نادي القادسية بطولة الدوري رقم 18 في الملعب وخارج الملعب. شلون أقول لك أبو يوسف، اليوم اشكر نادي السالميه على لعبهم البطولي، على الاداء المشرف اللي كلنا قاعد نفتخر فيه، بطل المباراه، جميع اللاعبين ابطال المباراه، لكن عدي الصيفي وسطام السلي كانوا نجوم المباراه. يا ابو يوسف بس لو تعطيني شويه من الوقت، يعني معقوله تحسب بلنتي في الدقيقه 91 وبعد البلنتي تحسب 6 دقائق وبعد الست دقائق تحسب هدف حق جمعه سعيد مو صحيح، طاق اللاعب برجله على 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 وجه اللاعب وحاط هدف وبعدها صفر دقيقه 101؟ مصيبة هذا اللي قاعد تسويه يا أخي. أنا ما بيها بالمحكمة، أبيها بالملعب، بالملعب السالمية فايز، ليش تقلب الموازين؟ مبروك للاعبين الأبطال، مبروك لكل لاعب، مبروك حق الجميع. وأنا أقول لك إياها يا أبو يوسف، إحنا محتفلين مع لاعبينا بالبطولة الشرعية في الملعب وخارج الملعب.
ما في شيء قاعد يصير الحين كثر اللي قاعد يصير بالمهازل الحاليه. والله العظيم قسما بالله تعبنا من الشيء اللي قاعد يصير وداخل. شكرا وائل شكرا يعطيك العافيه. نشأة محمود من مكه المكرمه صباح الخير. مسي عليك ومسي على الكباتن عندك كلهم. حياك الله تقبل لطاتك. منك يا حبيبي الجميع ان شاء الله. نبارك لي اول شيء نادي الكويت لسبب منطقي انه جمع اكبر عدد من النقاط، ولكن استكمالا لمسلسل الاداء السيء الضعيف للحكام اليوم ماني قال انه متعمد، لكن استكمالا مثل منظر الفائحين ومنظر انديه في بعض المباريات اليوم كان الاداء ضعيف شوي من الحكم، ومو السبب ان نادي الكويت، نادي الكويت يفوز على اي نادي، ولكن كان فيه شويه امور. وابي راي الكابتن عاد رمضان بالنسبه للاعبين نادي الكويت، اطلب من اداره نادي الكويت اعاده تدرب اللاعبين وعلى راسهم جمعه سعيد والباك الشمال اللي هو رحيلي واللاعب عبد الهادي خميس، لان لاعب بس يركض بعد اي 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 اليوم كان اداء سيء. عاد رمضان لو يرجع بالملاعب بالمباراه هذه يحط ثلاث اهداف براسه، كان اداء سيء اللاعبين وكان ممكن يخلصون المباراه من البدايه. دعواتك معانا. لاعبين نادي الساميه رجال ولاعبين القادسيه. شكرا شكرا نشأة شكرا. بو بندر مساك الله بالخير يا اخوي. مساك الله مثله حياك الله. الله يحفظك. انا ما في تعقيب واجد، بس عندي موضوع يعني قاعد يحطون حجه على الحكم، هذه كوره وانتهت مباراه. عرفت شلون اخوي؟ نعم. الموضوع يعني مثل ما تقول خلاص نادي الكويت يستحق صراحه، بادر وكافح وفاز. يعني كل ما يفوز نادي الكويت يحطونها حجه، حكم ما حكم. موضوع ما في الحكم، بالعكس والله ادى الدور اللي عليه وزياده. نعم. نادي القادسيه كافح وبعد ما له نصيب. فليش الناس زعلانه؟ كل شوي يقول لك والله حكم مش عارف ايش. كرة القدم وتعصب الجماهير مشكلة. ما عليه ما اختلفنا، بس انت لكن لا لكن لكن يعني رسميا نادي الكويت هو يتوج للمرة 13 في تاريخه وهو أحسن. البطل. احسنت. الموضوع يعني ما في ان الكويت على قولتهم اخذ حقه وبجدارة ولا حد يزعل ولا شيء، وبارك له وشيء يحسب بصراحه نادي الكويت والواعيبه والجميع كلهم. نعم. وشكرا اخوي. حياك الله يا ابو بندر، شكرا لك. شكرا. زين. اسمح لي انا ودي اعلق على المتصل الاول والثاني. بويثا يتكلم عن اداره الفريق، يقول غير عن اداره كلهم رد عليهم في شق واحد الاتحاد. يقول الحكام ساهموا في تغيير النتائج، وفي السابق كان يتم معاقبه ومحاسبه الحكام، اما الان لا تتم المحاسبه. تكلمنا وايد عن سوء التحكيم في هذا الموسم وتاثيره على المباريات، مو بس على مباراه الكويت القادسيه، لكن نتكلم احنا على احقيه نادي الساميه في اكثر من حاله. نبي بس اشير احنا يمكن نسبق الفقره التحكيميه بس بحاله حالتين. عدي الصيفي في دقيقه 9. لا لا انا ما ابي اروح بتفنيد، بعد شوي بنيها نرجع لها. يعني نرجع حق النقطه هذه للمتصل. بس النقطه الثانيه ان دوري فشل واتحاد وان القادسيه مشارك بدوري فشل، وان القادسيه هو بطل الشرعي لهذه البطوله، وانه راح يصلون الى ابعد مدى مثل ما تفضل رئيس جهاز الكره سعود ابو حمد في احد البرامج. انا ودي ارد على هذا الشق. الله يخليك. الاول امر بخليك ترك. والله بخليك والله بخليك. أيه؟ بس خلني اطلع فاصل لاني ملزم اني اطلع الحين قبل الساعه 12. تفضلوا. اهلا بكم مجددا في ال 18. نتابع الرد على المتصلين. نواف استوقفتك قبل الفاصل. أيه. تفضل. انا بس برد على الشق الثاني ان الدوري مثل ما قلنا دوري فشل، ما القادسيه مو هو البطل الشرعي. احنا بنتكلم على ردا على الحق اللي طالب فيه رئيس جهاز الكره السيد سعود ابو حمد. لو هالامر هذا صار لنادي القادسيه وتعرض للظلم او للتضليل بكتاب من لجنه انضباط، اشرك لاعب صدقني صدقني لو صار له المثل والله لو في محكمه مو اداريه ينتفي الامر لا اتجه لها. لكن ارجع عليه بسلامه موقف نادي الكويت وشرعيه اللي سواه. الامر الخلاف ترى مو بين الكويت ونادي العربي حاليا، بين الكويت والوزير المتمثل في الهيئه العامه للشباب الرياضه. انا مشكلتي مع عام شباب الرياضه في فهذا الموضوع هي العامه للرياضه عام الرياضه، فهذا موضوع وزير مع وزير الشباب، فهذا موضوع اداري بحت مو موضوع رياضي. انا لو عندي مشكله مع الاتحاد قال النقاط لك
انضباط قال نقاط لك الاتحاد جهه تنفيذيه ينفذ احنا قاعد نتكلم عن الوضع العام من هيئه الرياضه اول الحين مثلا خلينا نقول نادي القادسيه بيوصل لتصعيد الامور الى محكمه كاس بتجي الى الاتحاد الدولي لكره القدم انا بقول له من الان موقف نادي الكويت موقف سليم 100% لان اشكاله مع الوزير اشكال اداري مو اشكال رياضي هو اشكاله مع الحكومه اشكاله مع الحكومه اشكال اداري مو اشكال رياضي مو لان طلب استشكال وزير الشباب طلب استشكال وعوده النقاط النادي العربي فنادي الكويت لما اتجه الى الاداريه بعد ما عطوا الاولمبي الحق بعد ما عطوا حتى الهيئه اللي شكلوها الهيئه عطوا الحق اللي قلت لك الانضباط والمسابقات فبالنهايه انا اقول لك موقف نادي الكويت موقف سليم نرجع حق موضوع التتويج الرسمي شلون تتويج رسمي القادسيه بالنهايه نقاط راح تكون اقل الكويت نقاط اكثر ترى هو الدوري يا جماعه ما ينوخذ في ثلاث نقاط او انك هزمت المتصدر ايه مجموع نقاط اذا القادسيه نقاط اكثر من الكويت راح يعطون الدرع وباركوله فبالنهايه ايه قالوا شلون عطوا يعني الكويت راحوا اللجنه الانتقاليه كلهم الى ملعب الكويت ما كانت تجي تجي الى ملعب الكويت نادي الكويت لو خسر وانتهت المباراه بالتعادل راح يروحون الى حولي ويعطونا الدرع هي بالنهاية حتى تصير في كل دوريات العالم إذا كانت بين فريقين وعلى آخر مرحلة في الدوري يكونون متوزعين بين مكانين إذا الكويت حسمها يتجول الكويت القادسية حسمها يتجول القادسية وحق موضوع الدقائق شلون حسب 9 دقائق ارجع إلى المباراة المتصل اللي قال شلون حسب 9 دقائق ارجع إلى المباراة وشوف بالدقيقة 91 عقب ما حسب ضربة الجزاء سطام السهلي كم أخر من الوقت وبتعمده الحارس 4 دقائق لعبة الكرة عند السنتر إذا أنت بشاهد المباراة بالدقيقة 95 ولهذا أنا أقول لك الدقائق كانت فعلا حقانية إلى الدقيقة 100 نعم دكتور عندك تعقيب يوسف يعني أنا رجل فني لكن من كان يتخيل يوم من الأيام أن في برنامج رياضي نتكلم على وزير نتكلم على أمور قانونية ونتكلم على ما أتوقع أن في شخص كان ممكن يتوقع أن نوصل لهذا المرحلة أنا أبارك للرياضيين انتهاء هذا الموسم الكارثي بصراحة كارثي بكل ما تحمل الكلمة من معنى على جميع الأصعدة على الصعيد الفني على الصعيد التحكيمي على الصعيد الأمور كثيرة لكن هذا لا يعني اني لا يمنعني اني ابارك خصوصا لنادي النصر والمدرب ظاهر العدوان واداره النصر على هذا العمل الفني وبناء فريق للمستقبل لنادي القادسيه على تخطي الصعوبات اللاعبين القادسيه اللي ضحوا بالكثير الى لاعبين نادي الكويت اللي ايضا ظلموا في بعض القرارات وتحدوا الصعاب وساهموا في هذا الفوز وايضا التاثير هذا كان يعني خلينا نكون واقعيين التاثير كان حتى على النادي العربي نادي العربي كان بإمكانه يكون المركز الثالث لولا الخطأ التقدير أو خطأ في الثلاث نقاط فأنا أقول هذا موسم كارثي الحمد لله أنه انتهى وأتمنى الموسم القادم يكون أفضل وتعود الكرة الكويتية لنشاطها الدولي اللهم آمين اللهم آمين في بعض اللقطات بالرد على لو سمحت بالرد على أحمد الحمدان ووائل الصقري تفضل العزيزين أحمد الحمدان ووائل الصقري أكل لكم كل احترام وقد ساويتكم الطاغية وأكبر دليل على أحقية نادي الكويت العميد في هذه البطولة هذا الموسم هو تحقيق لثلاث بطولات سابقة في هذا الموسم وهذه الرابعة وبالمعنى الأشمل الرباعية التاريخية اللي استحقها العميد عن جدارة وهذه سابقة في تاريخ الكرة الكويتية وهذا ليس انتقاص من بقية الأندية فلهم كل الاحترام والتقدير وللعميد مزيدا من التطور والازدهار اللقطات التحكيمية نعرضها لكم الآن ويعلقون عليها الزملاء نتابع هذه اللقطات يا تفضل برضه إيه هذه أول فاول على عدي الصيفي شوف شلون دخل على سامي الصانع هذه شوف تدخل باستخدام قوة مفرطة على سامي الصانع بقصد الإيذاء وهني الحكم طبعا ما عطاه أي كرت وهني يعني أقل شيء أحمر. أقل شيء لا أصفر ممكن ترتقي الى الاحمر بس اصلا قصد الايذاء وريله مرتفعه وعقبه هذه احمر طبعا اقول لك ممكن خلي يعطيه اصفر الحين ما اعطاه حتى اصفر وهذه صراحه يعني كانت لقطه خطره تابع الحاله الثانيه الحاله الثانيه تدخل من حسين الحربي على عدي الصيفي لان صار فيهم بينهم مناوشات يستحق عليها الكرت الاصفر والحكم ايضا هني لا قرار طبعا الحكم عمل التقريب نفس الموازنه يعني فلان عدي دخل عليه قبل فتره بهذه وهني يعني ياخذ حقه بيده ما يصير لازم فاول ويعطيه انذار على اللعبه هذه
شوف اللقطة يا جماعة، خلكم أسرع شوي. يلا قاعد تقول يلا من السنة، يلا تفضل. هذه ركلة جزاء على نادي السالمية، تعمد لمس الكرة من اللاعب عدي الصيفي بيده داخل منطقة الجزاء ولم يحتسبها حكم اللقاء. حكم الساحة اللايمن دقيقة 35، دور حكم الساحة هذه اللايمن وحكم الساحة شايفها، بس طبعا لأن صارت فيها مثل ما تقول احتكاك ومشاركة بينهم فضاعت على الحكم، ولا كان متعمد فيها الصيفي كان يجب احتساب ركلة جزاء لنادي الكويت. دقيقة 35 الشوط الأول. طبعا نشوف هني في الدقيقة بعد تسجيل الدقيقة 93 بسبب نرفزة لاعبين السالمية لنادي الكويت وإضاعتهم الوقت، هني تدخل منه لاعب السالمية السابق اللي هو عبد الله البريشي مع المجمد لاعب نادي السالمية، فأنا لو كنت حكم المباراة كنت طردتهم اثنينهم صراحة، أوه حتى انذار ما أعطاهم. نعم هذه اللقطات اللي موجودة. شكرا برضان. نروح إلى مباراة أخرى، مباراة القادسية وخيطان انتهت بأربع أهداف مقابل لا شيء. نتابع الميني ماتش ونعود مع الزملاء للحديث عن هذه المباراة. قيم الحكام الدولي السابق وليد الشطي على أول الأهداف، بدر هات وخذ، نزل كرة وتنحط جول، وهي ختام الموسم بالنسبة للفريقين، وهذه كرة ملعوبة بلانكو لعبت ركلة جزاء، ركلة جزاء بدر قول 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 كل ثقة حلوة الرياحي بحطب تابعنا هذه المباراة. بو مشعان، بعد هذا الأداء هل يستحق دانيبور البقاء أم الرحيل؟ بيوسف يعتمد على نظرة إدارة القادسية للمرحلة القادمة. دانيبور مر مع القادسية بفترة صعبة وكان الغرض منه أن نكمل هذا الموسم اللي بصراحة أعتقد أن القادسية مو معترف في هذا الموسم، لكن الموسم القادم إذا ما تم عودة الاتحاد وما تم ممارسة النشاط الدولي أتوقع أن نظرة الإداري نادي القادسية راح تكون أكبر وراح تكون أشمل وراح تكون مع مدرب على مستوى أعلى ومحترفين على المستوى أعلى. سمعنا عن عودة سيدوبا ممكن تكون إضافة كبيرة، بالتأكيد دي سيلفا وبقائه خطوة مهمة مهما كانت تطلعات وطموحات نادي القادسية، لكن أتوقع المرحلة القادمة دانيبور ليس من ضمن المخططات إدارة القادسية. نعم أبو العزيز، بعد استقالة محمد بنيان الكل توقع انحدار مستوى القادسية يعني على المستوى إدارة الفريق، لكن سعود أبو حمد خالف التوقعات، الفريق عاد للمنافسة. من وجهة نظرك شنو أثر سعود أبو حمد على الفريق؟ هو طبعا هو مسي بالخير على الكابتن محمد بنيان، طبعا هو تعادل الفريق خسارة، ولو كان هو إداري بأي فريق يبتعد راح يكون خسارة، يعني يمكن شفناه هو مثل الأب الروحي لبعض اللاعبين وتأثرهم حتى بعد غيابه واتجاهه إلى ترك الفريق. الفريق تطور أداء أمانة، تم تحفيز اللاعبين، طبعا هذا أكيد مو بس دور إداري، يعني نقدر نعطي إشادة حتى للجهاز الفني، تركيز اللاعبين القائمين على النادي، أعضاء مجلس إدارة، احتواء اللاعبين بشكل، وحتى رجالات نادي القادسية يعني تشجيعهم ودعمهم ووعودهم بالمكافآت لما يصحى الفريق مرة ثانية ويحاول أنه بعد ما تذلل الفارق بمشكلة الثلاث نقاط وعودة القادسية لأماله بالمسلم بالنافس على اللقب، شفنا نادي القادسية أكثر تركيز على في كل مرحلة الثلاث نقاط بالنسبة له كان يلعب مباراة كاس كأنه يعني مباراة دوري بالنسبة له، مباراة واحدة
اي وهذا اللي شفناه من بعد ما رجعت الامان القادسيه لعبوا بشخصيه ثانيه. طبعا اللاعبين وظهورهم اللاعبين المميزين بين القادسيه ظهروا بهذه الفتره من ضمنهم بدر المطوع، صالح الشيخ، دا سيلفا كان علامه فارقه. يعني اذا كان القادسيه يبون يحافظون على نجاحهم بالفتره الاخيره بغض النظر انهم ما حققوا اللقب للموسم القادم، اهم شيء المحافظه على العناصر المميزه بالفريق نعم. بما فيهم المحترفين. نعم نفس السؤال برضان، استقاله بنيان الكل توقع دروب لكن سعود محمد نهض بالفريق. سعود محمد هو اللي احد عوامل تطور نادي القادسيه وعودته الى المنافسه على الدوري، طبعا بوجود يا ابو يابس وياه سام ابو يابس، وايضا لا انسى دور الحقان ابو يوسف، ولا انسى دور الشطي اللي هو المنسق الاعلامي. صراحه عملوا ب مثل ما تقول عمل منظومه انضباط ونظام ومنع اللاعبين من التصريحات والتزام اللاعبين في التدريبات، واستعانوا بال تحت 19 سنة الناشئين، واكتمل القادسية ونافس وصل إلى أنه ممكن يأخذ الدوري لولا الدقيقتين اللي ملات نادي الكويت اللي حارس فيهم آخر هدف، وكان القادسية هو المتوج. وأعتقد أن الصور هذه كانت أعتقد لأن كان القادسية الكويت متعادل مع 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 لا 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 هذه بعد حتى بعد انتهاء المباراة بعد المباراة بعد المباريات المشهد اللي شفناه فرحة مشروعة للأمة القدساوية أنهم يحتفلون بفريقهم ويتوجونه هو طبعا. بس برضان لازم في روح رياضية وتقبل أن في فريق ثاني يتوج بالبطولة. نعم هذا فرحتهم فرحتهم أو يشوفون أن الفريق الثاني بطولته مو شرعية. لا لا هذا كلام مأخوذ خيره، هذه فرحتهم بفريقهم وانه وصل لهالمركز هذا وان شاء الله. وطبعا انت جاهز المركز الثاني 70,000 مو شويه وراح توزع على اللاعبين ويستاهلون لنظير مجهودهم اللي قاموا فيه هذا الدوري. وانا اوجه تحيه لنادي القادسيه وجماهيره وادارته وخاصه سعود محمد والطاقم اللي وياه. نعم نواف، من اللي لفت نظرك من لاعبي القادسيه خاصة الناشئين؟ الناشئين عفوا اللي يعني اللي توهم ناشئين على الفريق الاول يعني طبعا هو طبعا هو اكيد انا المميز اللي شفته اليوم هو لاعب الارتكاز نادي القادسيه امانه يعني كان جدا جدا مميز رضا هاني يعني كان جدا مميز وصراحه لفت الانظار مو بس مباراه الكويت يعني من اول ما بدا الدوري هنا يعني تكلمنا عن رضا هاني وادواره حتى رشح حتى ليكون اللي هو افضل لاعب في القسم الاول اذا تذكرون كان على يعني على مقربه من الفوز نعم في يعني في جائزه البرنامج لافضل لاعب في القسم الاول. فرضا هاني كان من افضل المميزين يعني والقادسيه دائما ولاد القادسيه مدرسه تنتج لاعبين دائما مو من الان من مده طويله. واضاف له محمد خليل بعد لاعب نعم بارز اي نعم وعيد منور هذا اللي في النص يعني صراحة هو سألني على لاعبين شباب لكن أمانة أنا لفت نظري هذا الموسم تعاقد مع دا سيلفا كان يعني طبعاً عمل الفارق دا سيلفا أنا أشوفه صفقة الموسم للأمانة إيه عمل الفارق وإذا القادسية فعلاً فعلاً يعني عنده أنا قاعد متكلمت عن إدارة محترفة مساعة لما تكلمت عن محترفين وهذا إذا فعلاً إدارة القادسية تبي تنهض بفريقها وتبي فريقها يعود نماذج من هذه اللاعبين وهذه الصفقات وبهالقيمة هذه المادية اللي استخدموا فيها اللاعب مو كبيرة عليهم إنه يتعاقدون معاه لموسم إضافي أو موسمين وبمبلغ يستاهل هذا اللاعب لأنه نعم. فعلًا مطمع إلى بقية الأندية نعم. تمام لأن مشاهدينا راح نتوقف في فاصل قصير ونعود لاستكمال حديثنا الليلة في آخر حلقة لموسمنا الثاني في برنامج 18. عودة لكم لمتابعة حديثنا في برنامج 18. نستقبل اتصال من رائد الشمالي. صباح الخير رائد. صبحك الله بالخير أخوي. يا هلا ومرحبا. إيك وعلى ضيوفك الكرام. حياك الله رائد. حبيبي حبيت أقول لكم والله العظيم قمة المسخرة اللي قاعد تصير. شلون؟ يعني هذا مو دوري هذا لعب هذا يعني القادسية بصوب الكويت بصوب يعني إحنا الحين حتى منتخبنا ما نعرف احنا الحين من بطل الدوري القادسيه ولا الكويت. الكويت ما يحتاج
مساعدة الحكام أو الفيفا أو الاتحاد، والغاتسية نفس الطريقة. أنت شو تشجع؟ أنا غتساوي، بس اللي اليوم شفته يعني شيء ماني عارف، يعني الواحد حتى ما يعني وين منو ماخذ الدوري الحين، ما حد عارف. رسميا الكويت بطل الدوري. أكيد الكويت رسميا، الحين غاتسية يشتكى راح يرجع الغاتسية ويرجع الكويت، يعني ما ندري شنو السيناريو، ما ندري شنو خاش لنا المستقبل. عند العلم عند رب العالمين. أكيد إحنا نبي حتى المنتخب، منتخبنا البي يرجع. الحين الدول الثانية تقول عنا، الدول الثانية قاعد تشوف الدوري الكويتي صار كذي، دورينا صار كذي. الله المستعان. والله يا أخي شيء يعور القلب أقسم بالله. الله المستعان يا أخوي. الأندية لازم تنسحب كله من الدوري أفضل. شكرا لك، شكرا الرائد. فهد العجمي، صباح الخير فهد. صباح الله بالخير في ماي. يا هلا مرحبا. كيف حالك؟ طيب إن شاء الله. خير الله يحفظك يبارك فيك. مسي عليك ومسي على الأخوان الموجودين عندك كلهم بالخير. يا هلا أخ فهد. أول شيء نبارك حق الأمة الغتساوية بطولة الدوري. شاء من شاء، أبى من أبى. وأنا واحد كغتساوي أتمنى أتمنى من إدارة نادي الغتسية تصعيد الشيء هذا لأبعد مدى. وبرد على أخوي اللي جنبك اللي علي منك الصحفي اللي قال إن لو نواف الخميس. ونعم فيه أخوي نواف. حالك حبيبي، حياك. حبيبي أنت يوم قلت إن لو تصعد محكمة الكاس ولا هذا الكويت ما أحد، أنا أقول لك قانون 26 اللي حطه مجلس 2013 المعيب للرياضة الكويتية 2012 ما يحق لأحد أن يوصلها المحاكم الإدارية. هذا قانون تشرع في مجلس 2013. قانون 34 اللي قاعد تمشي عليه الرياضة الكويتية هو القانون الحقيقي، انك ما توصل للمحاكم الاداريه. هم مشوا على قانون 26 اللي حتى المجلس اللي فات، فهذا قانون غلط، هذا قانون غلط، هذا قرارات الفيفا واللجنه الاولمبيه الدوليه. ترى انت اعتقد عندك لبس يا فهد، عندك لبس اعتقد عندك لبس. قانون 34 هو القانون اللي ينتقد من اغلب الناس، وهذا اللي يحق لك تروح فيه وتلجا للمحاكم الاداريه. عثمان الجابر، صباح الخير عثمان. صبحكم الله بالخير جميعا. حياك الله. مرحبا. اولا ابارك للعميد الكويتاوي الدوري بجداره، واهني اللاعبين ومجلس الاداره والمدرب وكل مشجعين نادي الكويت، وفاز وخذوا الدوري عن استحقاق. واقول لابو روضان انت شمعه البرنامج. على راسي ولا تصرم بالرب. الله لا يحرمنا من شوفتك. تسلم يا ابو الله يطول لي عمرك. تسلم يا ابو جابر. وهاب لك القدساوية ويستاهلون 70,000 المركز الثاني. مبروك لهم ويعطيكم العافية. شكرا عثمان. شكرا. خالد العنزي، السلام عليكم. حياكم. عليكم السلام ورحمة الله. الله هي حبيت أبارك للأمة القدساوية حصولها على الدوري 18، وصراحة يعني عقب مجهود مطني وتعب ومصر طويل، صراحة اليوم شفنا تتويج وايد حلو، وأثبت الغاتسية أنه زعيم الكرة الكويتية. ونقول حق أخوي عايد المناع، ترى هذا عايد الرضان مضيع. عايد الرضان دكتور، كل احترام للدكتور طبعا. أقول له هذا مو احتفال الجماهير باللاعبين، لا كان احتفال فوز القادسية بالدوري اللي هو رقم 18. استلموا الدرع والأمور هذه؟ استلموا الدرع، نعم. كان وثق عندكم، انتوا حطيتوه قبل شوي، إذا تقدر تعيد الدرع من وين؟ الدرع من وين؟ نعم، شالوا الدرع، صالح الشيخ رفع الدرع، نعم. من وين؟ أرجو عدم مقاطعة المتصل لو سمحتوا، تفضل. لا بالعكس، هذه الساعة المباركة، فحبينا نبارك حق الأمة القدساوية ونقول حق الكويت ما عليه هارت لك، وإن شاء الله السنة الجاية هم تنسونا. ويعطيكم ألف عافية. شكرا خالد. شكرا. سعيد عبد الله آخر متصل. سعيد صباحكم الله بالخير. صباح النور. يا هلا ومرحبا. أول شيء مكان الكرسي مع أبو علي منصور أبو الفاضي مكانه. نتمنى عودته في الدورة القادمة إن شاء الله. إن شاء الله. وأقول حق أبو عايد، ترى أنا وياك في رحلة الجامعة اللي كانت في قبرص، تذكرها عدل؟ ها؟ إيه هلا سيد. هلا والله. أنا بس بغيت أتكلم عن الموضوع، لا الكويت ولا القدسية. نعم. اليوم السالمية عطى درس في المبادئ، في القيم، في الأخلاق، في الأعراف الرياضية لنادي القدسية. بعتوا المباراة حق الكويت قبل سنتين، أكلوا الحين. يا ريتكم تعلمون من نادي السالمية إن الفنيلة اللي يلبسونها أغلى من الذهب. مو رضا نادي الكويت وإن القدسية يحصل على
رقم أعلى من العربي، لا، المبادئ والقيم اللي أعطاها نادي سالميه اليوم يفترض تدرس في كل الأندية. مشكورين ما قصرتم. شكرا لك، شكرا، الله يعطيك العافية. رائد الشمالي يقول يجب على الأندية أنها تنسحب من الدوري، يعني أحيانا الوضع الكارثي اللي إحنا فيه وسلبيات الإيقاف أوصلت الناس إلى أفكار فيها سلبية كثيرة، هذا تستشعر فيه الإحباط موجود في الشارع. للحين استشكال عند الناس هو يا جماعة ترى اللي صاير إشكال إداري مو رياضي، إشكال إداري بين الكويت وما بين الهيئة، نادي الكويت وهيئة الرياضة، هذا اللي صاير. ولهذا قانون 34 مثل ما تفضل المتصل وقال ان ما يتيح لك، لا يتيح لك انك تروح المحكمه، وترى مو اول مره، ترى في يعني اذا يقولون والله ترى الكويت هذا الدوري مو شرعي، دوري بالمحكمه، في يعني دوريات اكبر منه وتاريخها اكبر من الدوري الكويتي، يعني قلنا دوري ايطالي سحب الدوري من يوفنتوس الى انتر ميلان بعد شبهات وبعد امور جنائيه بالمحكمه بالمحاكم الاداريه. لا سحب في المحاكم الرياضيه مو رياضيه، محاكم اداريه. هذا في المحكمه الرياضيه، المحكمة الرياضية هي يوفنتوس بعدها لجأ إلى المحكمة المدنية لاسترجاع حقوقه. بالنهاية الأمر كان ما كان في أي شبهة إنه يرجع ترجع النقاط إلى إنتر ميلان بعد ما أخذ ما زالت في لقب 2005 مسحوب الدوري 2006 اتجه إلى إنتر ميلان بالمحكمة وراح المحكمة. إيه بالفعل. فهذه بالتالي هل إحنا الآن نشهد وجود إنتر ويوفي بالكويت؟ الكويت عنده إشكالية إدارية مو رياضية، مثل ما قالك والله إحنا راح نصعدها لأبعد مدى، أنا أقولك خلي يصعدون لأبعد مدى، لأن الكويت خطواتها سليمة وإشكاليتها مو مع نادي العربي ولا مع الاتحاد الكويتي، لو إشكاليتها مع هالطرفين أنا أقولك إشكال رياضي ويقولك فعلا خطأ تجاه الكويت إلى المحكمة، لكن إشكاليتها حاليا مع الهيئة اللي هي خذت النقاط وعطتها للعربي في قرارها الأخير. لكن أنا أرجع بس أعتقد إحنا الآن حسب قراءتي للساعات الماضية واللي صار بأن القدساوية الآن رسميا في سجلات الاتحاد يملكون 17 لقب، اليوم هم أهدوا نفسهم اللقب رقم 18، فبالتالي أي لقب آخر راح يزيدون فيه العدد، وأعتقد راح تصير هذه حالة مشابهة لكن بظروف مختلفة للدوري الإيطالي. بالنهاية يا أبو يوسف فيها موضوع أقدر أروح على النقرة وأنا أجيب لي درع ولا كاس وأطلع أنا أحتفل فيه بشكل هذا وأسوي. حبيبي نواف خليك شوي يعني أعمق من النظرة بأن الجماهير الآن. الجماهير هي زادت عدد شكل جماهيري لقب واحد شكل جماهيري ولا رسمي؟ لا 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 سجلات الاتحاد، سجلات الاتحاد 17 القادسية 17 القادسية 13 بالنهاية الاحتفالية يبي يحق لهم يحتفلون بالانتصار ولا يتوجون روحهم، هي بالنهاية من البطل الشرعي، من اللي رفع الدرع رسميا من ممثلين الاتحاد وايضا رعاة فيفا كانوا موجودين كل ممثل الاتحاد وحتى ممثل من لا لا هذه ما فيها جدل إيه؟ خلاص الكويت هو البطل الرسمي. فبالنهايه انت لما تسوي احتفاليه صغيره لترضي الجمهور على مجهود هذه السنه ايه ترى يا جماعه ترى موضوع نقاط مو انا والله فزت عليك بالملعب مالك دوري عندي الدوري خذ الملعب للرجال اروح اخذه من المحكمه ايه الكويت لا اشكاليتها كانت من زمان من بدايه الدوري مع العربي. اليوم دكتور احنا يعني خلنا شوي نرجع الى الرياضه المكان اللي احنا اساسا موجودين عشان نتكلم فيه. هدف أحمد راتب، هدف عفوا صالح راتب المحترف الأردني في نادي السالمية واللي يعني هدف جميل يمكن انظلم بسبب الخسارة، كان ممكن يكون صدى أكبر في ذكاء من اللاعب، في ذكاء وفي ذكاء أيضا من توقيت التمريرة لعدي، يعني عدي لو كان ممكن نشاهد الهدف لو مرر التمريرة هذه ثلاث ثواني أو ثانيتين قبل التمريرة هذه كان ممكن يكون خلاص راحت على راتب، لأن اللاعب مو لاعب سريع، لاعب نوعا ما بطيء، لكن توقيت التمريرة هي اللي خلت اللاعب ممكن يتوجه ويصير واحد ضد واحد مع الحارس، والأهم حتى طريقة يعني لو تشوف كيف حط جسمه بحيث أنه يبعد المنافس يبعد نادي الكويت، والثقة في مباراة حساسة أنك تلعبها بهذه الطريقة، فهذا الدل على أن اللاعب يملك المهارة، وهو بصراحة اللاعب تابعته لاعب يملك المهارة، مهارته عالية نوعا ما يحتاج إلى عمل بدني أكثر، وهذا يمكن بسبب يعني بنيته ونوعية التمارين اللي كان يخوضها في الأردن، لكن اللاعب فنيا ممتاز وبإمكانه يكون والهدف ما يحط له لاعب صراحة يعني يمكن لاعب ذكي. شوف يوسف اللي يوصل لهذه المنطقة ويفكر في هذا التفكير ويتقنه مع حارس طويل القامة، يعني مو اللي تقول حارس قصير لحارس طويل، هذا يدل على أن اللاعب متمكن ويملك الشخصية. نعم ولو سمحت اسوي رد على سيد عبد الله
زميل الجامعة طبعا أنا أهنيك وأشكرك على الاتصال. وطبعا ترى مو غريبة على نادي السالمية أنه يقدم مثل هالدرس هذا في المبادئ والقيم اللي تربينا عليها كل أبونا كرياضيين، بأن نلعب للفانيلة اللي إحنا لابسينها ونبذل الجهد والمجهود في داخل الملعب لتحقيق أعلى نتيجة بالرغم من يكون المنافس، وهي ما هي غريبة على نادي السالمية، والقيم هذه متأصلة في هذا النادي وفي إن شاء الله في جميع أندياتنا الكويتية. نعم، بعض التغريدات اللي واصلة شوف فريق الإعداد أرسلوا لي إياها. حمد دريب في تويتر يقول بيوسف شلونك، يا ليت توصل لضيوفك الكويتاوية كتاب من سهو للفيفا يطلب اعتبار القادسية بطل للدوري والفيفا راح يعتمده رسميا. هذا الكتاب عندكم فكرة عنه؟ والله أنا تعليق على هالكتاب هذا صراحة، هذا أقول له سقط سهوا، ويقول سهو سهو أنا أقول له سقط سهوا، طير طارت برزاقها والبطولة تأصلت للعميد رباعية. كل التقدير لعائلة سهو. طبعاً سهو سهو هم زميل لنا، بس يعني هذا اللعب بالوقت الضايع. نعم، طبعاً في ختام حلقتنا اليوم أمانة شكراً لكل الزملاء العاملين، شكراً لكم على متابعتكم، شكراً لكل من ساهم بأن في طبعاً الاستفتاء الأخير لأن يكون برنامج 18 أفضل برنامج رياضي هذا الموسم. شكراً لهذه الثقة، وإن شاء الله تزيدنا مسؤولية مستقبلاً لتقديم ما هو مميز في وضع وبيئة رياضية أفضل مما مررنا فيه خلال هذا الموسم والموسم الماضي، وإحنا نعاني من سلبية إيقاف الرياضة الكويتية. شكراً لكل الزملاء اللي كانوا معانا في فترة ما، ويعني لظرف ما ابتعدوا وذهبوا إلى أخذ فرص أخرى. شكراً للزملاء المحللين اليوم مو موجودين على الكراسي، شكراً لكل الضيوف، وشكراً للجنود المجهولين أمانة خلف هذه الكاميرات وفي الكوادر في الكنترول، هم الناس اللي يعني يقدمونا بالشكل الجميل. شكراً لكل المخرجين اللي تعاقبوا على برنامج 18، شكراً لإدارة تلفزيون الراي. يعني أمانة أنا ودي يعني ممكن أسهبت في كلمات الشكر، لأن كلمات الشكر لا توفيكم حقكم أمانة على أدائكم خلال هذا الموسم. نواف شكراً لك ومبروك الدوري. الله يبارك فيك، أشكرك أنت وكل الأخوان القائمين على هذا البرنامج، وطبعاً يعني إن شاء الله نكون ضيوف خفاف على المشاهدين، وإن شاء الله يعني نشوفكم قريباً إن شاء الله بإذن الله. مشكور أنت بيوسف والأخوان وستاف البرنامج، ونتمنى يكون الموسم القادم يعني في أول حلقة أن نبارك لرياضيين عودة النشاط الرياضي قبل أول حلقة إن شاء الله، عودة منتخبنا إن شاء الله إن شاء الله. شكراً لك يا بروضان. والشكر موصول لحضرتك، ولا أنسى عريس 18 عبد الله مال الله أخونا وزميلنا، ولجميع العاملين في أطقم البرنامج والمشرفين على برنامج 18 ومنها الأعلى إن شاء الله، ونراكم في الموسم القادم بإذن الله. تشرفنا بهذه المتابعة، وعسى الله يوفق الجميع. مبارك عليكم الشهر، وكل عام وأنتم بخير. السلام عليكم.